طبعا عافانا الله وياكم من هذا المرض، والله يشافي كل مصاب بهذا المرض. مروة، انت كيف تحافظين على الاكل او تحفظين الاكل في البيت؟ ثلاجة. شو بعد ثلاجة؟ كيف احافظ الحين مثلا العشاء مال اليوم تخليني في الثلاجة عشان تاكلينه باكر؟ لا، انا احب الفريش اكثر. تحبين الفريش على طول؟ زين، في ناس وايدين يختلفون كيف انهم يحافظون على الاكل يا مروة. نعم، وايضا بيكون له تاثير الحفظ الخاطئ للمواد الغذائيه خطر على صحه الانسان. طبعا عشان نعرف تفاصيل اكثر وكيف نحن ممكن نحافظ على هذه العاده الطيبه، ان نحن ما باي شيء نحطيه في الثلاجه، اي شيء نحطيه في الثلاجه، وخاصه نحن مقبلين على رمضان فعلاً. ونعرف تفاصيل اكثر معانا في الاستوديو المهندس وليد فارس نصر، دبلوم في تكنولوجيا الصناعات الغذائيه. يا اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم. منورنا. هلا فيك، نورتنا والحمد لله على سلامتك. نورت الامارات. الله يسلمكم. منورت الفجيره. كيف الأجواء في الفجيرة؟ ممتازة ممتازة، رائعة. وياي أنت على رمضان، إحنا داخلين على رمضان، وكل عام وأنت بخير مقدما. أنتم بألف خير وإن شاء الله دوما بنعاد على الجميع بالصحة والسلامة والخير والمحبة. مهندس وليد، ونحن مقبلين على رمضان، دوما حفظ الأكل يعني على الفطور، هم يسوون كل شيء ما شاء الله، تقعد أنت على الفطور كل الأكل موجود، وكل الأكل هذا ينحفظ في الثلاجة، شو هالعادة زينة ولا؟ ما في حل ثاني، ما في طريقة ثانية، يعني بده ينحفظ بالثلاجة، هاي أهم شيء. أهم شيء ننحفظ. طبعا بس في شيء يعني ما بعرف إذا في عندك سؤال مخصص أو محدد. مثل ما تفضلت هلا بالبداية إنه بشهر رمضان المبارك تكثر الوجبات والطبخ وتتنوع بشكل كبير. صحيح. فأحيانا بكون في زيادة كثير عن حاجة الناس. نعم. يعني الطعام اللي بده يكفي لخمس أشخاص ولا لعشر أشخاص عم يكفي 20 و30، فلذلك عم يزيد منه. نعم. هذا الشيء بدك تضطر تحفظه. هو يفضل دوما أثناء تحضير أي الطعام أنه يكون على القدر، يفضل ما يضل شيء منه زائد. صح. لا ينحفظ بالثلاجة وكذا، لأنه شو ما كان بضل له مخاطر. نعم. مهما كانت الله. صحيح. نعم. السؤال يعني المهم مروان، عفوا المهندس، كيف نحن ممكن نحافظ على الاكل؟ يعني قبل كيف كانوا يحافظون على الاكل؟ قبل التكنولوجيا وقبل الثلاجه. بس وقبل فكره بس للمشاهد بس عن يعني شو سبب فساد هاي الاغذيه احيانا. نعم. حتى لو كانت بالثلاجه، حتى لو كانت دوما، هو السبب الاساسي والرئيسي لفساد الغذاء والاطعمه هي عباره عن البكتيريا الموجوده. البكتيريا تقسم إلى قسمين بغض النظر عن السلالات، لأنه في سلالات مختلفة. هناك بكتيريا تسمى بكتيريا المسببة للمرض أو الممرضة بسموها. نعم. وبكتيريا تختلف عنها الثانية، هي بكتيريا المتلفة للمواد أو للأطعمة. البكتيريا الممرضة هذه تنشط دوما بدرجات حرارة بين 400 مئوية و60. نعم. فلذلك بتلاقي كل المصانع في أي مكان بيحاولوا دوما أي المادة الأولية اللي بيجيبوها، إذا كانت طبعا تتأثر مادة غذائية، فورا تبرد لدرجة 400 مئوية أو دون 400 شوي مشان المحافظة عليها. نعم. الهدف من التبريد هو تثبيت عمل هذه البكتيريا والفطريات وغيرها ومنعها من النمو والتكاثر. فتصور أنه مثلا بدرجة فوق الدرجة 400 مئوية، ممكن لهاي البكتيريا خلال مدة 20 دقيقة أنها تتكاثر للضعف حتى بدرجة فوق 400 مئوية. نعم. وهاي بتصير كمان التكاثر يعني بياخذ منحة تصاعدي. إنزين، شو الطريقة الصحيحة لحفظ الأغذية في المنزل أستاذ؟ تفضل. بالعافية عليك. عندنا بالنسبة لطرق حفظ الأغذية، الناحية الأولى، أول شيء إنه الغذاء اللي زاد عندك يجب تبريده فورا، يعني ما نخليه خارج الثلاجة على طول، يتم في الثلاجة، ما لازم يضل خارج الثلاجة أكثر من ساعتين. ممتاز. يعني ننتظر لين يبرد شوي، ولو هو حار. لا، مو شرط، مو شرط. هلق في بالنسبة لعملية، هاي تختلف بالنسبة لعملية التبريد، إنه
بنوضع الطعام ساخن في الثلاجة ولا بارد، أيهما أفضل؟ نعم. طبعا هون في اختلفت الآراء في هذا الأمر. نعم. يعني حتى وزارة الصحة في ولاية واشنطن هناك تقرير لهم أنه الطعام الساخن إذا وضع في الثلاجة لا يشكل ضرر ولا يتغير لا طعمه ولا يتغير أي شيء فيه ولا مواصفاته، يتم مثل ما هو. إيه، وهني من وجهة نظرهم أنه إذا وضعت ساخن أفضل، لأنه يا إما بدك تبرد بأسرع وقت ممكن الطعام خارج الثلاجة لأنك ترجع وتحطه بالثلاجة، أو بدك إذا حطيته ساخن يعني ما له أي تأثير، لأنه بقول لك أنه خارج الثلاجة ممكن أنه يتأثر أو بالبكتيريا أكثر ما يكون داخل الثلاجة. نعم. الطعام داخل الثلاجة يجب أن يغطى ما يظل مكشوف. أحس الأوليين أستاذ كانوا يغطون الأكل على طول بعد الانتهاء من وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء، يغطون الأكل علشان يمكن الجراثيم والبكتيريا هذه ما تتكاثر. طبعا الجراثيم والبكتيريا هذه موجودة في كل مكان، موجودة في الهواء، موجودة في الماء، موجودة في التربة، في الأطعمة، لكن في إذا توفر لها لهذه البكتيريا درجة الحرارة المناسبة والرطوبة المناسبة والوسط المناسب لنموها، وهي خاصة الأطعمة هي وسط مناسب. نعم. فتبدأ بالنمو وتشكل سموم أحيانا. نعم. المهندس وليد، لو نتكلم عن ضرر المواد الحافظة التي تقوم المصانع بوضعها في المواد الغذائية، هي المواد الحافظة يعني لها جانبين إيجابي وسلبي. أولا من أجل حفظ المعلبات أو الخضار المجففي أو أي شيء إذا بدك تحفظه حتى على مستوى المياه والمياه الغازية وكذا واللحوم إجباري، هذه إذا بدك تحفظها لفترات طويلة لازم ينضف لها مواد يعني حافظة، مواد حافظة. نسبة الضرر يعني اللي تكون موجودة، أيوة نسبة الضرر هي تراكمية هذه، يعني على المدى الطويل ما راح يشوف الواحد نتيجتها فورا إذا والله أخذ من المادة نفسها اللي فيها من الماء الطعام اللي فيه مادة حافظة أو المعلب أو مجفف، أنه والله راح يلاقي التأثير فوري. هذه مع خلال التراكم اللي بتناول هاي المواد بكميات كبيرة بشكل دائم، اللي بتناول معلبات بشكل دائم هي إجباري فيها مواد حافظة، فبصير عنده في كثير حالات أول شيء هذا بتؤدي للسمنة. هذه تعيق حرق الدهون في الجسم، مثلا خاصة خطورتها على الأطفال. في مثلا إحدى المواد الحافظة هو ثاني أكسيد الكبريت SO2، هذا أيضا يقلل من عمل الفيتامين B2 أو الفيتامين B بشكل عام خلينا نقول، وهذا بتعرف الفيتامين هذا اللي هو فيتامين بقولوها الأعصاب والذاكرة و على فكرة معلومات جدا مهمة فعلاً. قبل رمضان فعلا هاي تكثر في رمضان يعني فعلا الأخطاء ممكن يؤدي أيضا إلى تضخم في الكلى وفي الغدة الدرقية، ممكن يعمل تحسس حساسية في الجسم وظهور طفح جلدي. طبعا هذا إذا كان يعني كمياته مع الزمن عم يتعامل فيها الواحد أو بياخذها بيتناولها بشكل كامل بشكل دائم، يعني له مضار، هو له مضار كثير يعني واحد بده يعددها صحيح. أنا عندي سؤال أستاذ، نشتري اللحوم عادة من السوبر ماركات الكبيرة أو من عند اللحام، لكن في مدة انتهاء مكتوبة على العلبة، نحطيه في الفريزر أو في الثلاجة وممكن يطول الوقت، شو مضار هذا الشيء؟ إنه من الممكن أن أشخاص فعلاً تقوم بالاحتفاظ باللحوم بمدة وايد طويلة، ولكن من الممكن أن في له ضرر، صحيح؟ إلى ضرر إذا كانت يعني انشالت من التجميد وتذوبت وردت تجمدت مرة ثانية وهكذا اللحوم. أما هلق نحن ما بنعرف اللحم اللي عم نجيبها إذا كانت مجمدة مرة واحدة ولا أكثر من مرة. نعم صحيح. اللي عم تنجاب من السوبر ماركات أو من هاي الأماكن، إنه كيف واصلي للمستهلك. إذا أخذناها فريش إذا أخذناها فريش وحطناها مباشرة بدنا نجمدها. نعم.
دوما مشان ما نشيل اللحمة بكمية إذا كانت كميتها كبيرة، وبدنا نصير نعمل على إذابتها من أجل أنه نقتطع قسم لنطبخ ونرجع نرجعها على الفريزر مرة ثانية، الفريزر ونجمدها مرة ثانية، هذا الشيء خاطئ. نعم. فممكن نقسمها لعدة أقسام وتوضع بأكياس، تقطع لشرائح أو شيء، توضع بأكياس مفرغة من الهواء وتوضع بالمجمدي أو الفريزر. نعم. وبصير الواحد بياخذ على حاجته الكمية مشان ما يعني تذيب. نعم. إذابتها وارجاعها إلى فعلا. نعم. المجمدي. وانت قاعد تتكلم انا تذكرت، انا اسال الوالدة قبل الاولين اللحم ما كان في مكان بارد يحفظ اللحم، فيشلونه ويطبخونه ويملحونه. اه يتملح صح. فيتم مالح يتم ان شاء الله 4-5 سنوات، وقت انهم يبون يحطونه مثلا يعيدون يطبخونه من اول وجديد، يقدرون ياكلونه وهم ملح او انهم يرجعون يطبخونه من اول وجديد. للحين في رحلات القنص والرحلات الطويله ينأخذ هو ملح، لانه ما في مكان، فيجي يعني اليوم ملح يعيدون طبخ. يعني اجدادنا واسلافنا ما كان عندهم مشكله بحفظ الاغذيه. صحيح. يعني اخذوا عده طرق يعني مشان حفظ الاغذيه. الطريقه في كثير طرق، طرق التمليح مثلا. انه انا ممكن اخذ اللحم قطعها شرحات وملحها بشكل كبير، لانه الملح بيعمل على قتل البكتيريا وبيعمل على تجفيفها من الماء، يعني هذا كمان سحب الماء حتى من البكتيريا، فبتضل محفوظه بالحطه وتركها. وممكن بطرق ثانيه، عمليات التجفيف اللي كانوا يعملوا مثلا بعض احيانا التدخين للحوم والاسماك، وضعها فوق نار على فوق حطب مثلا ودخان وكذا لفتره طويله وتتملح وتوضع المالح عدنا. فعلا مثلا مشان تقدر تاخذ كمان حتى الخضار في غير مواسمها، يعني في طرق قديمه وحديثه الخضار اللي كيف عمليه التخليل، يعني تخليل مثل الخيار مثل المخللات يعني. نعم. الموجوده هاي قديمه وحديثه، لا ما زالت الناس يعني تتعامل فيها. لذيذه المخلل. لذيذ جدا. فعندهم كانت كل الامور ما عندهم مشكله فيها، يعني التجفيف كانوا يجففوا مثلا مثل البندوره مثل اي شيء، بتنحط عليها ملح وتنحط بالشمس، تجفيها بالشمس او بالهواء او باي شيء. سبحان الله. يعني ما كان عندهم اي مشكله فعلا، هاي اللي ما كان عندهم مشكله، يعني كانوا هم متطورين بهذا المجال. نعم. ولذه الاكل المالح جميله، يعني الحين نحن مثلا عندنا المالح السمك ناكله ونحسه اجمل من السمك العادي. المالح، السمك المالح ايه نسميه عندنا. مالح يكون صغير ويعني ملح بطريقه معينه فوق ليمون كذا، ويتم تقريبا 2-3 شهور على الشمس وله. نعم. الاولين كانوا يحافظون فيه. نعم. القيمه الغذائيه استاذ، القيمه الغذائيه لغذاء معين لطبخه معينه قمنا فيها، هل تتاثر اذا بالمده الزمنيه اذا حفظناها في الثلاجة بعد الطبخ يعني اذا شلناها عقب الطبخ شلناها حطيناها يعني في الثلاجة يعني هي مباشرة يفضل هلق اذا بدك تاكل، يعني الواحد ما لازم يخليها اكثر من يومين في الثلاجة، اكثر من يومين في الثلاجة. واذا في الفريزر فوق، اذا في الفريزر فوق بتقعد احيانا ل3 شهور. ما شاء الله. اي ما فيها، اول مره اعرف هذه المعلومه، ما فيها مشكلة. انها 3 شهور ممكن اللحم المطبوخ ممكن تضل 3 شهور اذا كان مجمد بالطريقه. نعم. الصحيحه، يعني بالثلاجه تكون مثلا درجه الحراره بالناقص 18، يعني حراره الثلاجه بتكون بال4 فما دون. نعم. بتضل محتفظه بسلامه المواد الموجوده بداخلها والاطعمه، بس طبعا احيانا كثير فتح الثلاجه بشكل دائم صحيح، فهي قضية عم بتخليها ترتفع درجة الحرارة، بس تصل عند ال5 درجات فما فوق بصير بتنشط البكتيريا الموجودة في الداخل، وهذه بكتيريا السامة اللي بتفرز سموم، مو هي اللي بتخرب. نعم. الطعام، أنت بتشوف الطعام بعده ما في، يعني محافظ على لونه، محافظ على قوامه، محافظ على طعمه، ما في أي شيء غريب. نعم. بس ما هذا ما بتقدر تحكم عليه أنه هو صالح للاستهلاك أو لا، يعني تتركه 4 أيام أو 5 أيام الطعام اللي بالثلاجة بالأسفل، يعني ما هو مضمون أنه والله أنا أشيله وإجي أكله. نعم. لأنه أنا ما بعرف، أنت ما بتشوفه، تشوفه طبيعي، تشوفه طبيعي فعلا، ولكن ممكن يكون لأنه هاي البكتيريا إذا كانت الحرارة مناسبة إلها بالداخل نشطت أفرزت سموم، أنت ما بتعرف شو وضعها. نعم. يعني بالأكل ممكن يصيبك لك صار معه تسمم غذائي. نعم. تسمم غذائي بس من شو؟ أكل كذا ما بيعرف من شو.
أستاذ، في مشكلة عند ربات المنزل اللي هي دوم في تحذيرات عن طريقة غسل اللحوم أو الدي آي، إن حطوه بدون غسيل، حطوه على طول في الجدر واطبخوه علشان إن مضارة أقل، يوم نغسله على المجلى ممكن إن يؤدي لأمراض عديدة إذا كان في المجلى. يعني هل هذا صحيح؟ اللحوم دوما يعني والوسط العام بشكل يعني للحمي إذا كانت بعدها بالدم وبهذا الوسط لنمو البكتيريا أكبر بكثير ما يكون في ماء يعني مغسولي. نعم. حتى اللي بده يشتغل او بده يمسك اللحم لازم يغسل ايديه. نعم. اليدين يعني فيهم كمان بكتيريا. صح. ولا يعني دوما تتحط ب بكياس نايلون وتنرص لتفريغها من الهواء ووضعها بالمجمد بالفريزر. نعم. انا صراحه يعني عندها مشكله. أنا جاءت المهندس وأنا على سالفة اللحوم والدياي. والله يعني أحس إن هلا بنرجع بناكل بس نطلع. لأني أنا جاءت والله يعني دوم يوم نجيب سيرة الأكل على طول يوع. أنا بس أنت بس، أنا أحب الشيبس والشوكلت يعني بس أنا الأكل مو بوايد. شو نتعشى الحين؟ والله اللي بدك اللي بدك يعني انت كريم والكل بيستاهل. فعليك ان شاء الله تعالى. فعلا هي نصايح مهمه جدا فعلا. والناس كانت تحتاج النصايح هاي لان احنا مقبلين على شهر رمضان. نعم. كلمه اخيره حابه توجهها مهندس وليد. اول شيء انا بشكركم وبشكر يعني هاي المحطه، حياك الله، نورتنا الرائعه والجميله، نطلع الشمس يعني. والشكر الكبير ل سمو الشيخ راشد بن حمد الشرقي. نعم الله يحفظه ويطول في عمره ان شاء الله. وللعاملين الاستاذ عماد باسيل المدير العام، وللآنسة ناهد نصر مديرة البرامج. ولكم جميعا وبقول للجميع كل عام وانتم بخير، واعاد الله على الامتين العربية والإسلامية. آمين. بالخير واليمن والبركة والمحبة والسلام. ونحن نشكرك بعد. خلينا ياكل. نورتنا. شكرا لك. رمضان كريم. شكرا لك المهندس وليد فارس نصر، دبلوم في تكنولوجيا الصناعات الغذائية. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. عدنا بريك يلا. قصير وايد عشان خاطرك وعشان خاطر المشاهدين الكرام. فاصل قصير بعد راح نواصل، خلوكم ويانا. نورتنا.